فهي اللي عامله الكلام ده. نعم. فاذا جو بايدن لازم ده انذار له ان هو اذا ما تعادلش بسياسته هيخش المرحله الجديده بتاع السنه الانتخابيه وهيخسر كتير بصراحه. سقطوا اخلاقيا وعنصريين بصراحه، يعني خلينا نتكلم بشكل واضح. أيوة، عنصريين اخلاقيا وبعدين عمليا على الارض، وليس لديهم وعندهمش انسانيه ولا عندهم اي شيء. ولا يا فندم لسه انا بقول لحضرتك احد يعني مواطن مصري عايش في الامارات وابنه في احدى الجامعات الامريكيه الكبيره بيكلمني، وانا قلتها من شويه انه خدوا اسماء اللي دخلوا في مظاهره لدعم السلطه الفلسطينيه او دعم الشعب الفلسطيني مش هتشتغلوا. لسه يعني مسؤول كبير دلوقتي بعت لي رساله بيقول لي ايه، وهقراها وحضرتك موجود على الهوا. بيقول لي احمد انه قام بعض اغنياء اليهود الذين يتبرعون لجامعه هارفارد بالحصول على اسماء الشباب المتظاهرين ضد اسرائيل، ووزعوا الاسماء على كل الشركات، شركات وول ستريت التي تخضع لتاثيرهم، وطلبوا عدم توظيفهم مع تخرجهم العوام القادمه. فضيحه اخلاقيه. احنا بنتكلم على وقائع حصل في امريكا بالظبط، بس برضو ناخد بالنا ان 68% من الامريكان النهارده متعاطفين مع الشعب الفلسطيني. انا لا بقول حماس ولا اسرائيل، لا احنا بنتكلم على الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني طبعا. النهارده لان النهارده الفوكس نيوز السي ان ان كله بيعرض، ما عادش حد بيخبي زي زمان. نعم. وكله ما يقدرش يخبي. نعم. فالنهارده الشعب الامريكاني لما شاف بيحصل ايه في المجازر ومع الاطفال والستات والبيوت، النهارده في تحول كبير جدا داخل الشعب الامريكي تجاه اسرائيل، رافضين اللي بيعملوه وبيؤيدوا ان لازم نقف مع الشعب الفلسطيني. يا فندم اسرائيل النهارده نتنياهو النهارده طالع من شويه بيقول لك العالم كله وقف ضدنا في مساله اقتحام المستشفى الشفاء واقتحمناها، فقال ما فيش حاجه بعيده عننا وهنروح كل حاجه، يعني ده واحد بيتحدى العالم. هو النهارده بدا يحس، هو طبعا يعني لما جوتيريش يقف على يعني المنفذ بتاعنا عند رفح وجاي يحرك العربيات. نعم. واسرائيل توقفه، ده انت عايز ايه اكتر من كده؟ نعم. فعشان كده احنا بنقول ان الفتره القادمه فتره هتضر بامريكا اذا استمرت، وانا خلي بالك اهو بقول لك اهو، اذا استمرت بهذا المنوال هنلاقي الامور تغيرت، هتضر مصالحها وتضر بعلاقاتها وتضر سمعتها كمان، والانتخابات اللي جايه يا احمد. نعم. كل واحد عم بيتكلم على كل، تعال شوف اللوحه اللي بعديها، اللي بعد رئيس الوزراء الاسباني. نعم. يدعو اسرائيل لوقف القتال. وقال لك من ساعتين قال لك احنا نعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. اقوى تصريح طالع النهارده بالظبط، وبيتكلم على القتل الاعمى للفلسطينيين، بيقول لك اوقفوا، بيدعو الاسرائيليين بالظبط، وقال لك هنعترف بدولة، هي هتكون البداية لو في اعتراف وبدأنا من دولة، لان هم النهارده ماسكين رئاسة الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي. اتفضل يا فندم. هنشوف اللوحة الثانية بقى كمان، اردوغان اللي دايما كان بيقف على الحبل نصين وتحت. تعال شوف اردوغان النهارده تصريحات يصف اسرائيل بدورة الهاب. تحليل حضرتك ايه لتصريحات اردوغان النهارده؟ لا هو طبعا اولا بص، انت عارف انا قعدت 3 سنين ملحق عسكري. نعم. في تركيا. نعم. فانا حافظ الشعب التركي بالكامل واقف مع الشعب الفلسطيني. وما كانش يقدر يعمل غير كده. نعم. انت فاهم؟ نعم. فالنهارده بيكلم اردوغان بيقول لك دوله ارهاب ويتعهد بالعمل على عزلها، وبعدين تحت اردوغان اذا وصلت اسرائيل مجزرتها فان العالم باسره سيدينها. اكتر من كده ما هي عامله مجازر، ارتكبت يعني اكتر من 200 مجزره. السي ان ده خد بالك، ده برضو من السي ان ان يا احمد. نعم. عشان احنا ما بنجيبش غير حاجات. نعم. نخش بقى على المشكله الثانيه الجديده بقى. نعم. اخونا جوتيريش طبعا هم هيضيعوه قريب. نعم. لان هتبص تلاقي لك ايه بقى، قال لك غزه مقبره اطفال. نعم. والحته دي قلبت عليه اسرائيل بالكامل. وقال لك نحن الان في حاجه ملحه الى هدنه انسانيه. تحتيها بقى وزير الخارجيه الاسرائيلي قال لك ايه، جوتيريش لا يستحق ان يكون على راس الامم المتحده. فالراجل ده قريب مش هيسيبوه، وافتكر لانه وقف قدام القطر. نعم. اللي هم طبعا زي ما عملوا مع الدكتور بطرس غالي لما كان امين عام الامم المتحده، نفس اللي حصل.
وشكل تحقيق عشان مجزرة قانا سنة 96 ومادلين أولبرايت وقتها وزير خارجية قالت مش هنسيبه، فعلا ما كملش يعني، خد مدة واحدة بدل ما ياخد مدتين.